بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهد الكريم، رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير وإن شاء الله دائما أحلام محققة وسط الدائرة وحلقة جديدة وضيوف جدد. أنا سعيد جدا أن أكون في حضرة زملاء الأمس إن صحة التسمية، يعني هم كانوا زملائنا لحد فترة قريبة وفجأة بالشباك كده خشوا على مجال تقديم البرامج في الإذاعات الخاصة، زي ما أنا هسي بالشباك كده من الجرائد برضو بحاول أعمل نفاج في حتات تانية. مرحب بك الأستاذ والأخ عبد العليم مخاوي، مقدم المجال الرياضي بالإذاعة الطبية. رمضان كريم عليك. مرحب بك أستاذ محمد، ورمضان كريم عليك وعلى كل المشاهدين دار ولا المستمعين. علقنا فربنا يديك الصحة والعافية، وإن شاء الله نقدر نقدم مادة تفيد الناس إن شاء الله. لا إن شاء الله، والله بترحيب بيمتد بالأستاذ برضو والنجم في مجال الصحافة وفي مجال البرامج الإذاعية الرياضية، الأستاذ أيمن حسب الرسول، إذاعة بلادي. مرحب بك ورمضان كريم. مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا زميل الطيب. صراحة اليوم يمكن يكون الواحد يخلق خير، يعني من غير المألوف انه الظهور عبر الصورة والصوت. بالنسبة لك؟ يعني بالنسبة لي الصورة والصوت ممكن الناس ذاتها ايوه، فأيمن حسب الرسول من خلال الصوت هم حيتفاجئوا بالشيب طبعا. طبعا هي ما فيها اثنين ثلاثة. الشيخوخة نالت ما نالت، لكن الواحد سعيد اليوم عبر إطلالة في إطلالة نقول على هي في بيتنا المؤسسة الرياضية. صحيح. الملاعب، وعندما أتحدث عن الملاعب أتحدث عن أنه هذا البيت هو بيت جامع لكل الرياضيين. أتمنى أنه يكون خفيفين على كل السادة المشاهدين. أنا طبعا قربت برضه يا مخاوي أقول المستمعين، لأنه جرت العادة نحن نقدم برنامج أو برامج رياضية بصورة يومية بصورة راتبة. لا أقول عادي، يعني أنا أتوقع برضو في ناس أصحاب الإعاقة البصرية ممكن يكونوا سامعين الملاعب وما شايفين. نعم. فماشي يعني. رمضان كريم لك ورمضان كريم لكل السادة المشاهدين المستمعين دي لسه معاك. بين برضو العيد على نعم، ونسأل الله أنه في هذا الشهر الكريم تلتئم حاجاتنا. نحن حاجاتنا ما واضحة، أتمنى إنه حاجاتنا كلها تلتئم وربنا يصلح الأمة الإسلامية والأمة السودانية إن شاء الله. تمام. يعني أنتوا الاثنين صحفيين وبديتوا تعملوا أسماء في مجال الصحافة أو اتعملت فعلا، وفجأة كده نطيتوا في الإذاعات، يعني عبد العليم الإذاعة الطبية، وانت كنت يعني خلفت انسان الناس بتفتكر انه من الصعب جدا يتوجد له خليفه، اللي هو الاستاذ الكبير جدا والرقم اللي نحن بنحييه من هنا، الاستاذ عثمان حسن مكي، عالم الرياضه ومؤسس المجال الرياضي في الاذاعه الطبيه، نجم كبير وموسوعه في مجال الرياضه وصوت قريب. يعني فانت يعني من غير تجربه اذاعيه واضحه من مجال الصحافه نطيت في الاذاعه الطبيه، وقعدت في كرسي كان قاعد فيه عثمان حسن مكي. والله صراحه يا محمد المساله كانت صعبه وكانت مجاسفه وكانت مغامره غير محسوبه العواقب زي ما بيقولوا، كونه انك تخلف رجل يفوقنا خبره وتجربه. عثمان حسن مكي استاذ كبير شغال بعمري انا في مجال العمل الاعلامي بصوره عامه، فكان تحدي كبير جدا. فيه ناس وقفوا معانا، ناس دعمونا، ناس خافوا علينا، خافوا على التجربه اللي قد تكون ناجحه نوعا ما في مجال الصحافه. و حتى وجودي في فترة المجال الرياضي أو عبر الإذاعة الطبية ما كانت حتكون لولا وجود أستاذ عثمان حسن مكي، ربنا يديه الصحة والعافية، وهو الآن مقيم في مدينة مانشستر في إنجلترا.
ومتواصل معي بشكل راتب. يعني في رسائل متبادلة بيناتنا يعني حتى قريبات، يعني كان في تلفونات في عبر الوسائل التواصل المختلفة. فلما أستاذ عثمان حاول إنه يقنعني بإنه أنا بس أجي بس أقعد معه، أنت كنت قاعد تكون ضيف معه ولا؟ أنا ما كنت ضيف معه، أنا أستاذ عثمان الاحتكاك المباشر اللي احتكيت به، وطبعا أنا بعرفه من زمان، لكن خلال الفترة من 2013 لغاية 2016 أنا كنت رئيس القسم الرياضي في جريدة التغيير السياسية. أيوة. وأستاذ عثمان كان هو بيكتب عمود، يعني بيكتب كاتب عمود راتب معي في الصحيفة، والتواصل بتاعنا كان عالي يعني في 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 تلك الفترة. فحتى هو لما حاول انه يقنعني انه انا اجي استلم البرنامج لفتره محدده، هي فتره بتاعت شهر او شهر ونص، طبعا اجازه سنويه بيقضيها طبعا خارج السودان، فقلت له يا اخي المساله دي صعبه جدا علي، انا ده ما الكار بتاعي، ده ما المود بتاعي، ده ما الاسلوب بتاعي. فقلت له لو انتوا دارين اخبار انا مستعد في الحلقه اديكم 20 30 40 50 100 خبر، لكن كونه انه اجي اقعد في الاستوديو وادير لي حوار مع شخصيات رياضيه مختلفه فهذه ما عندي الاستايل ده. فغايته بس بيجاي اغنعني وجيت الاذاعه الطبيه وقعدت معاه مع استاذ مصطفى محمد صديق المدير السابق للاذاعه الطبيه، واغنعوني انه انا استلم البرنامج لفتره. نعوب بالكلام وبالقروش؟ لا والله ما انا ما عينت للقروش في الوقت ذاك، بقدر ما عينت انه دي خدمه انا دار اقدمها لي استاذ عثمان، انه زول استنجد بي في انه انا لازم احل له ضايقه هو مر بيها، فدي حاجه من ناحيه بتاع الزماله انت ما بتقدر ترفض طلب استاذ عثمان بصراحه، ما الزول اللي بيقدر او بتقدر انت ترفض له طلب لو الناس كانت عارفه عمق العلاقه بينك وبين استاذ عثمان حسن مكي. راجل يعني الواحد مهما يتكلم عنه ما حيفيه. لا حقيقه والله يا عبد العليم انا من الاصوات الحزينه جدا انها هاجرت البلد، يعني اكيد والله عثمان حسن مكي صوت فيه كثير من العافيه والحضور والجمال، وهجرته للسودان اللي هي برضو اختلف الناس حولها، ناس بتفكر انه هو مشى لجوء سياسي، وفي ناس بتفتكر انه الموضوع مرتب. على اي حال احنا ما معنيين بالتفاصيل الكثيره، لكن عثمان حسن مكي خارج الوسط الرياضي او خارج العمل الاعلامي في السودان خساره كبيره جدا. خساره ان شاء الله وفرق. ان شاء الله يرجع عشان يعطر مسامع الناس بصوته السعيد جدا يعني. ان شاء الله نلحقه نحن ديل بدل ما يرجع علينا. لا لا ان شاء الله يجي هو ان شاء الله، يعني انتم ممكن نحن نلحقه لكن هو يجي يعني. لا. لانه هو قيمته في 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 البلد اكبر مننا كلنا يعني. صح. فزول عنده قاعده جماهيريه كبيره ومدرسه، ونحن والله بنحييه تحيه خاصه جدا استاذ عثمان حسن مكي اينما كان، ان شاء الله يكون متابع الحلقه دي يعني. ايمن حسب الرسول برضه من الجرايد طوال للاذاعه، لكن ما في نط شبابيك والدنيا باب عديل، دنيا رمضان ما في نط شبابيك. اها نط شبابيك دي طبعا بتدخل في الدائره بتاعت محمد. انا واحد من الناس ممكن يكون الناس اعتادت انه تقرا الايمن حسب الرسول عبر اخير ادغون، كان تحقيق كان حوار تقرير مع او تقرير مسبك كده، فعشان تهضمه عشان تهضم ايمن ده القالب الاذاعي الموضوع بيحتاج وقفه شويه. فانا واحد من الناس ممكن كنت درجت انه بسمع الاذاعات كثير، يعني بسمع للبي بي سي في الزمن الجميل، ممكن يكون الشيف ده ذاته عنده تجربه طويله. بالمناسبه من الناس اللي انا معاك في الجرايد ما قدرت اعرف عمرك كم يعني، ولا بيجيني احساس انك كبير ومره صغير ومره أي شاب ومره أي ما لكن شاب، لكن يعني التجربه ممكن يا محمد طيب الشيخ مرات بيديك العنوان يقول لك الجواب ده ظاهر من عنوانه. في ناس يقول لك الشيخ وراثه، في ناس يقول لك والله ريحه بيجينا ما عارفين الكبير والريحه. دي واحده من الاستدراك طبعا بيستدرك. لا احنا برضه مقدمين برامج يعني انت شيء بقدر شنو خليك من الناس. احنا قاعدين نتكلم في الاذاعات يا جماعه والبدايات،
فجابت لها شيب بعد شوي حتطلع حاجات ثانيه. لا انا بالمناسبه اللي عنده شيب وما مسبق افتكر انه ما كبير شيبه ده مرض. طيب يعني انا ما عارف مرض عافيه يعني الشيب برضه ما مرض خطير يعني. طيب لكن انا بحسن الظن في انك لسه تحت ال 50 يعني تحت ال 40 لا فيك الخير. صعب صعب والله العمر طبعا الاعمار بيد الله كده نخش في الاذاعه نخش في الاذاعه الموضوع ده بجد تعمل لك كده وكده لا ما بتعبك انت ما بيتعبنا انا ما انا ما حارب لكن بتعبك انت نتجاوز. طيب محمد طيب انا سمعت لما اجى سرحان بي بي سي اها تمام سمعت لأيوب صديق سمعت لو كمال حامد لما كان مراسل السودان للبي بي سي يعني كنت بسمع الاذاعات على الاستمرار. الاذاعه بتضيف لك اكثر مما تخسر يعني ما زي الصحيفة، الصحيفة ممكن تقرا خبر خبرين مقال عمود بتمشي البيت ممكن تجدع الصحيفة تجدع في المكتبة صحيح قاعدة لكن ما زي الإذاعة. الإذاعة بالذات لما تيجي تستمع لها بالليل بتغير لك حاجات بتغير نمط حياتك. فأنا قمت دخلت أسئلة وأنا بتكلم مع نفسي البني آدم طبعا ممكن يتكلم مع نفسه صحيح ليه أنا ما أتحول العمل الإذاعي بعد أن ذهبت وحققت ما فيه الكثير عبر الصحف. أنا اشتغلت في الشماشة اشتغلت في 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 الأسبوع في الوطن الجرائد الرياضية عالم دي جرائد شماشة نعم انتم الجيل الجديد ده وقتهم يعني الشماشة دي واحدة من الصحف الاجتماعية كان اسمها الشماشة كان اسمها الشماشة ايه تمام. طيب فدي البدايات طبعا بعد ذاك اشغلناها ببعض الدورات اللي كان بيقيمها جمعية الصحفيين الرياضيين مع الاتحاد الكبير الاتحاد السوداني للصحفيين السودانيين مجلس الصحافة يعني عثمان بزيد كان الأمين العام لمجلس الصحافة. واحد من الحاجات اللي قدمها لأنه الإعلام المفروض يكون إعلامي شامل يعني ما يكون تابع للهلال ولا تابع للمريخ ولا هو بتاع جرائد وما يعني انت تكون اعلامي شامل طبعا دي عشان تبقى في السودان صعبة صعبة أيوة. لكن انا من هنا بحيي اسرة استاذنا الكبير والراحل عبد المجيد عبد الرازق ونقول لهم ربنا يرحمه رمضان كريم. وبعدها قمت صحيح جون الفترة الاخيرة فتحولت دون الغنى انا ظهرت فيها في اتصال هاتفي في نيجيريا افتكر في نيجيريا مع منتخب الشباب افتكر ولا مع الهلال ماز الذاكره ممكن تخوني شوي. ورمضان احمد السيد انا من هنا برضه بحييه هو رئيس التحرير وكان مقدم البرنامج استديو جول وكان معاه كابتن محمود جبار الساده فنقلت لهم حاجه وانا لا احبذ العمل في الفضائيات او الظهور في الشاشه البلوري لكن بعد ما جينا من 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 نيجيريا في واحده من المناسبات بتاعت الرياضيين التقيت بالاستاذ حسين خواجر وطلب مني حاجه ضخمه كبيره بالنسبه لي يعني وانا بتلمس الخطه يا دوب فقال لي يا 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 ايمن انت لما تدخل في تجربه انا اتيح عليك ممكن تكون صعبه لكن انا واثق انك انت حتنجح فيها. حسن خوجلي فحسن خوجلي قال لي انت جاهز؟ قلت له انا جاهز ما انا اعلامي. قال لي اختي تعمل لي تاسس لي لجسم رياضي بمكوناته كلها في 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 اذاعه المساء. طبعا انا هنا الموضوع بيقال لي كبير ما متخيل الموضوع تخيله كان ممكن تكون حاجه حوار ممكن اشارك في اسئله ممكن اشارك فيه لكن ان تاسس قسم كامل تاسس قسم رياضي معناه اكيد انت رئيسه وكذا قسم رياضي انت رئيسه ينبغي انك تكون محايد خاصه في حزبين في السودان يعني اقل عرجه بتوديك المويه طوالي بتوديك البحر طوالي صحيح في هلال مريخ يعني انت العمود اللي كنت بتكتبه في الصحيفة في الصحيفة بيختلف تنسى فكرته تماما اول ما دخلت انت داخل معه والحرب نفسية بتكون في حرب نفسية مع نفسك
انك انت حتعدل كيف؟ ربنا في كتابه قال اعدلوا هو اغرب للطغوة. فدي واحدة صح حاجة صعبة جدا. لكن بعد الاستخارة وراء كل رجل عظيم امرأة، انا والله بشكر زوجتي لانه كانت واحدة من المساندات لي في بدايتي مع إذاعة المساء. فقالت لي اخي الموضوع ده صعب، لكن ما صعب بالنسبة لك انت لانه انت اصلا موجود في الساحة الإعلامية وممكن يكون عندك الأدوات بتاعت النجاح، لكن تفعيلها بيحتاج لوقت. فلما بديت لازم أعدل بين الناديين الكبيرين ديل. إذا أنا جبت لاعب من المريخ لازم أجيب لاعب من الهلال، إذا جبت خبر عن المريخ لازم أجيب خبر عن الهلال، وهكذا. إن شاء الله المرتب قاعد تدي المرة اللي كانت دافع فيه. المرة دي ما أصلا الراتب هو بيمشي وين؟ نحن نوديه وين ذاته؟ عشان نعمل بشنا؟ انت قلت جبال الشيب يعني الجروز ذاتها الاول راتب بعد الشيب ده يمشي وين عشان اعمل بشنو يعني. طيب السؤال مشترك يا عبد العليم. فالبدايه كانت معلش البدايه كانت في المساء. في المساء بعد ذات في المساء بعد ذات طبعا حاجه لحته مخاوي. قبل المساء في تجربه، وين كان تجربه انا بعتبرها ضعيفه، بديت انا البدايه الاذاعيه كانت في الاذاعه الرياضيه FM 104. وانا اول زول طبعا اتكلم الى علاء الدين يوسف وهو في المخبأ. انا من هنا بحيي اسره علاء الدين وقادم من يعني جايب من المريخ الى الهلال. تحدثت الى علاء الدين يوسف وانا من هنا بحييه وبحيي اسرته وبحيي يوسف السماني لتحليل الفرصه دي. فتكلمت مع علاء الدين يوسف وهو في المخبأ في فندق دانديس بعد مباراه الى المريخ، انه علاء الدين يوسف اللاعب الكبير الجاي من المريخ يمشي الهلال. طبعا نقلة كبيرة جدا. فصلاح ادريس كان بيسأل يا جماعة نقلة كبيرة ليك ولا لعلاء الدين؟ بالنسبة لعلاء الدين من المريخ جاي للهلال نقلة كبيرة؟ لا نقلة كبيرة بالنسبة لعدد كبير من الناس هلالاب. ما بتوقعوا علاء الدين ده لاعب جماهيري اسم أيوة اسم كبير. صلاح ادريس بيسأل هو رئيس نادي الهلال جماعة الوصل علاء الدين ده يعمل حوار منه؟ يعني دي كانت الانطلاقة. بعدها جينا الطبية والرحمة والمغفرة لأستاذنا وأستاذنا كلنا أستاذ زنون بشرة. فجينا أسسنا حاجة اسمها الإذاعة الطبية الهسي شغال الآن يا زول. ودي واحدة من الحاجات اللي أنا حكشفها ذاك الليلة إنه جينا أسسنا الإذاعة الطبية بعدد كبير من الإعلاميين والزملاء في الرياضية اللي هو في مقدمتهم عمر عايز سماع على الريح في الإخراج والمونتاج وأخوتنا اللهم صل على سيدنا محمد إسراء تمام. وعندنا مجموعة لا أنا رايز الحقيقة ما ننسى عليك الله خلينا أنا والله إنت لو جيت مشيت معي أنا حقوم نفسك. طبعا الأستاذ الكبير على الدين حامد ده كانت بضع اللبنة اللي وضع لنا اللبنة الأولى للإذاعة الطبية تمام. وعمر عايز وسماع علي الرياح ومجموعة من الزملاء في عدد من الأسماء. أنا والله ممكن أكون الذاكرة فترة طالة يعني. أنت إذا كان مؤسس الطبية مؤسس قوم وزمن لا قوم ما مؤسس أنا عرفت الشيء بغيته، لكن خليني أنا أمشي للمحور تاني. طيب بصراحة يعني أكبر مرتبات الإذاعة ولا الصحافة؟ السؤال ده موجه لين ولا موجه لين؟ مشترك وفي مشترك. إجابات مختصرة. إجابات مختصرة الصحافة والله. أكبر من الإذاعة؟ أكبر من الإذاعة. بفرقة كبيرة ولا؟ بفرقة كبيرة شوية. ممكن تكون دبل؟ مفروض يعني بتكون يعني دبل إلا. أها أيمن. أنا طبعاً قارنت لك بنفسي أنا يعني. أوكي. بشيل باخده أنا من الإذاعة الطبية. وبشيل باخده ما أنا برضو بعد بقال إن أنت صاحب أنجح ثلاثة برامج في الإذاعات المجال الرياضي. إذا كان بتفتكر مرتب الصحافة أكبر بكل نجاح المجال الرياضي. أنا أكبر والله. يبقى الباقيين برضو مشكلتهم كبيرة يعني. بشوف تجربتك أنت. طيب أنا بالنسبة لي والله الراتب ده هو مسألة بتاع التقدير. بالنسبة لعمل بمعنى انه مخاوي الان بيتكلم عن انه هو رئيس قسم تمام مقدم برنامج رياضي، انا ايمن مدير قسم اذاعة بلادي
مقدم برنامج رياضي من مسرح الرياض. تمام. هنا الـ 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 انا بالنسبه لي هقدم شنو وقدر شنو. انت محمد الليلة لو رجعت لبدايه محمد الطيب مع الجرايد بتلقى انك انت من الصباح بتطلع لابس نظيف ومشنط كده وبتاع ماشي الجريده. طبعا الناس الحلة بتخيل بس مشنط دي نبزه ولا حاجه كويس. لا لا جايك. طيب يعني بتخيل انه ماشي صحفي ومرتب كبير. طبعا ممكن يجيك جارك يقول لك يا اخي يا احمد دين 500 جنيه. اي انت لابس طبعا نظيف وظاهر في الجرايد اسيت ظهورك ده مشكله. انا اكلمك افتكر انه الموضوع في قروش احنا قايمين ما عارف اني انت صدقه جاريه. لا لا اسيت بنفسك دي شفتها ولا شده شده يعني نحن نحن نجيب في شده دي نطلع فاصل ونجي نكمل الحوار ثاني ان شاء الله. أنا تاني نكمل الحوار مع عبد العليم مخاوي وأيمن حسب الرسول. أنا طبعا واحدة من مشاكلي يمكن عشان أكون حديث تجربة بالكاميرات والقصة دي دائما بنسى آخر نقطة وقفت فيها قبل الفاصل وبعد الفاصل. ومرات كده أنت بتجيب في حتة المشاهد لما تطلع فاصل بكل راجيك تجي تواصل. وشوف رمضان ده لما يخش العظم هو خش العظم لكن كله خير. أي كله خير. طيب يا أيمن أنا داري أسأل سؤال مباشر وداري إجابة مباشرة جدا. إذا عاد بلادي دي معروفة بتاع جهاز الأمن الناس كل السودان كله عارف السودان كله عارف إنه الإذاعة دي عملها الأمن ممكن تكون لأغراض معينة لأهداف معينة. أنت كنت في الإذاعة دي قبل الثورة. أنا حقيقة ما عارف الكادر الجوا هم أمنية مدير البرامج ممكن يكون من الأمن المدير العام من الأمن انت ذاتك قدروا يدخلوك الامن يعني هسه ممكن تكون شايل طبنجه عندك بطاقه الفكره شنو لازم الشغال فيها يكون مؤتمر وطني في توجيهات كانت بتجي مباشره في الاذاعه وهسه وضعها شنو يعني الاذاعه. طيب انا سعيد بالسؤال ده لانه السؤال ده برضه عشان اوضح لناس كثيره برضه ممكن يكون عندها الفهم وما قادره تعرف الحقيقه وين. يعني انا واحد من الناس ايمن حسب الرسول زول رياضي زول اعلامي او صحفي رياضي منذ يعني الحمد لله 27 سنة. أنا متأكد إنه الناس ما عارفة إنه أنا تابع لوين. تمام. أنا ما عندي أي علاقة بالعمل السياسي ولا بحب السياسة أصلاً. ممكن يكون عندي علاقات مع عدد من السياسيين لكن ده ما يعني خلاص إنه أيمن هو سياسي. التحزب ما بعرف التحزب ولا أنتمي إلى أي حزب سياسي في السودان. دي الناس مفروض تعرف الكلام. زعب بلادي لما قامت أنا سألتها السلام عليكم وعليكم السلام. أنا قدم لي عرض قدموا لي الباشمهندس عبد الرحمن إبراهيم عبد الله كان المدير العام للإذاعة قال لي عندنا عرض لك أنت موجود في المساء أنت مدير البرامج الرياضية في المساء نحن دارينك في إذاعة بلادي دي باقي لنا 20 يوم نطلع على الهواء بس هنا أنا مسموع أكثر من أي إذاعة ثانية بلادي مسموع في كل ولايات السودان. يا باشمهندس عرضك شنو؟ عرضي 1 2 3 4 ما سألت اللي زعلت تابع لوين ولا عارف عنه أي حاجة. تمام. فلما نجيت اكتشفت في نفس اليوم إنه اللي زعلت تابع للجهاز مش تابع للجهاز تابع لشركة اسمها المقرن. تمام. خلاص ده الفهم المقرن تابع لوين هم لازم يقول لك المقرن وكذا لأنه ما خلاص ما نحن ما بيجوا بعدين نحن في بلد في زمن ما في غطغطة ولا إزدي صح نحن متفقين ما أسير من زمان والله شغالين وما في زب بيقدر يسألنا لأنه حاجاتنا كلها مشرورة وواضحة في الكورة. أنت ما عارف الكلام ده نحن ناس كورة حاجاتنا برا ما قاعدين ندس الكلام ده ما أسير زمان ديس نحن أصل شفافية عندنا. تمام. فلما جينا ما في زول طلب مننا إننا نتجند على نكون عساكر ولا تشيل لك طمنجة ولا بطاقة الكلام ده ما في ولا في دورات أمنية ولا ما في. أنا أكلمك أنا مسؤول من الكلام ده أمام ربنا مش عشان أمام المشاهدين مسؤول منه أمام ربنا ما بقول لي حاجة أنا ما أنا يعني أنا بعد الشيب ده ما ممكن والله يعني باقي لي كم في أعيش كم يعني ده. الشيب ده شكلك مخلي لي الحليفة مش كده ما الناس برضو عشان أنا أجاوب لك السؤال. طيب يا محمد الطيب الإذاعة دي الآن بتقدم في خدمة
كبيرة جدا حتى قبل الزمن ما يتغير، قبل ما يمشي رئيس المخلوق. تمام. وانا ايما حسب الرسول اول زول من إذاعة بلادي، انا كنت ببيت للصباح وخلي اولادي والله ونقعد في الساحة بتاعت الاعتصام بشهادة كثيرين، وما كنت بحب الحياة. تعرف ان احنا بعد انتصار الثورة دي، وانا من هنا برضو بحيي اسر الشهداء، ناس اللي قدموا تضحيات، والرياضيين برضو يعني قدموا تضحية كبيرة جدا. يعني احنا محجوب، التاج محجوب ده هو كان، انا ما عارف تمام ما اتفرجت عليه، ولكن التاج محجوب ده كان بيلعب في الهلال، واستشهاد ابنه ده عرفه من خلال جروب في الواتساب. الرياضيين برضو موجودين مع الناس في الحياة السمحة لهسي الناس عايشة دي، والحياة الرغدة دي كلنا لعبنا فيها دور كبير جدا. تمام. صح صح. نرجع لسؤالك، يعني الآن تقوم بدور كبير جدا في توعية المجتمع. يعني هسي نأخذها بس مثال كورونا، قبل انت إذاعتك دي أخي مسموع على حد سوبة، أنا مسموع في فوربرنجا. فوربرنجا دي انت ممكن تكون أول مرة تسمع فيها. لا بعرف، أقصى دارفور. أقصى دارفور أنا ممكن أكون مسموع في حلفة. أنت يا أخي قناتك ولا المحطة بتاعتك هو يعني، لكن اليوم الإعلام لما يكون إعلام هادف وجاي ببرنامج محدد، بغض النظر عن إنه أنت هو تابع لياتو جهة. لما أيمن عشان ما نفوت النقطة دي، ذات ميزة إنها تصل فور برنجة وتصل وادي حلفة، لأنها كانت مفتوحة لها ميزانيات بتاع الدولة. يعني ميزانيتك أنت، ما الدولة ميزانيتي أنا، ميزانية الدولة دي ما حقتي أنا كشعب. يعني هسه أنا أكلمك، عربية الشرطة في الشارع دي حقتي أنا، الإزعاف بتاع الحكومة مكتوب على الحكومة ده حقي أنا. أنت ما بتعرف حقه، أنتوا يا جماعة الشعب السوداني يلا ما بعرف حقه. عملت إزعاف خاصة قروشك أنت ماشي لعمل مدروس وعمل مؤسس. الآن إذا عد بلادي لما جات الثورة وتم إغلاق عدد من المؤسسات الإعلامية، ليه ما يتم إغلاق إذا عد بلادي؟ ما برضو في لجنة اتكونت عشان تراجع المؤسسات الإعلامية، صح؟ ما هبشوا، ما تهبشت ليه ما هبشوا؟ انت ما سألت السؤال؟ يمكن بدوا بالقنوات. ما قصة بدوا بالقنوات. يعني انت طالما في عمل مؤسسي كويس وعمل بحقك حاجة للبلد، خليه يستمر. دلنا عنه العمل ده يستمر شنو؟ طيب عيد عبدالعليم، المجال الرياضي تجربة مهمة بالنسبة لك انت وحتى لضيوفك. يعني برنامج يمكن في 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 الفيسبوك عنده أكثر من 30,000 متابع، وقاعدة مخيفة وتدافع رهيب في الاتصالات والتفاعل المباشر. النجاح بتاع البرنامج ده، الإعداد بالنسبة له بيتم كيف؟ طبيعة الناس الشغالين، فترته أنت تحديدا لك كم سنة في البرنامج؟ كلمني عن المجال الرياضي، لأنه أفتكر إنه حتى كل الناس اللي بيتابعونا وعندهم علاقة بالإذاعات محتاجين يعرفوا حاجة عن البرنامج ده تحديدا. طيب محمد، أول حاجة في واحد برضو من الأصدقاء الأعزاء جدا وقد يكون صديق مشترك بيناتنا، ناصف مصطفى. أيوة أبو ملاز. هو ده واحد من الناس اللي كان لعب دور اللينك بيني وبين أستاذ عثمان حسن مكي. وناصف هو أول واحد اللي يعني يتكلم معي انه انا لازم اجي الإذاعة الطبية. في البداية انا افتكرته بهزر، لانه ناصف معي انا تحديدا يعني هزاره كثير، فافتكرته انه يعني دار يضحك ودار يهزر وكده يعني، فما ركزت معه. ولما لقيته جادي في المسألة دي وقال لي يا اخي استاذ عثمان، انا كنت بتكلم معه وطرحت له اسمك وهو حيتصل عليك. سبحان الله، هو قفل الخط جاي اتصل عليه استاذ عثمان، او تقريبا اثناء المكالمه اللي بينه وبينه خش في الانتظار استاذ عثمان. الاعداد بتاع المجال الرياضي صراحه بيتطلب مجهودات، صراحه مجهودات كبيره جدا، داير تركيز عالي بنسبه 100%، ما في اي حاجه من المؤثرات الثانيه تقدر تاثر عليك. لازم لونك الرياضي، انتمائك المعين للنادي اللي تحشقه والنادي اللي عندك انتماء وجداني معاه او ليه،
تخليه برا باب الإذاعة وتجي داخل الاستوديو وانت مجرد تماما من اي انتماء لأي من اللونين الأزرق او الأصفر. فلقيت بصراحة فريق بتاع إعداد او فريق بتاع تحضير لبرنامج على مستوى عالي جدا. أستاذنا هاشم أحمد محمد ربنا يديه الصحة والعافية هو مدير البرامج السابق في الإذاعة الطبية، وأيضا حسام كريم هو أيضا مقيم الآن في العاصمة القطرية الدوحة له فترة من الزمن. فديل الاثنين لقيتهم أنا معي في القسم الرياضي، هاشم كان هو مدير البرامج وبيقرأ لنا المحصلة الإخبارية، حسام كان بيساعد برضو في الإعداد وتنسيق مشاركات الأصدقاء في صفحة البرنامج بالفيسبوك، برضو كان في إشراف عام ومتابعة كبيرة جدا من أستاذنا مصطفى محمد صديق المدير العام السابق للإذاعة الطبية. ففي فترة من الفترات أنا حسيت إنه المسألة دي أنا ممكن عادي يعني أعد براي لأنه أنا صحفي وأقدم يعني ما عندي مشكلة فيها، لكن برضو لقيت يعني دعم كبير جدا والله يعني هاشم تحديدا في بدايتي في الإذاعة، ولغاية ما هو مشى من الإذاعة ما كان بيبخل علي بأي شيء من التوجيهات من النقد، يعني بيفتح عينك لحاجات أنت مفروض كان تعملها أو عملتها أو كان مفروض ما تعملها. وأيضا خلال الأسبوع الأول من وجودي في الإذاعة الطبية أنا لولا وجود هاشم محمد محمد لو ما كان استمر كان جريت صراحة والله يعني لأنه كنت جايط المسألة جوطة ما عادية يعني، فهو كان بيحفز ويقول لي يا أخي دائما يعني ما شاء الله عليك يا أخي أحسن من مبارك كده. بعدين حتى عبد العليم الاتصالات اللي بتجي يعني أنا أتوقع على مدار سنة الناس بتزعل وين عثمان، عثمان اللي يختفى، عثمان بيجي متين، يعني الناس موالفة صوت عثمان وفجأة جيتهم أنت بتجربة قطة اسم مجهول في عالم الإعلام المسموع. فبرضو السؤال الكثير عن عثمان ده ما كان بيضايقك؟ والله هو ما كان بيضايقني بقدر ما يعني المسألة كانت كثيرة شديد يعني صح. كانت كثيرة جدا يعني أنا من خلال وجودي في أول 6 شهور لي في الإذاعة يعني كان أي مكالمة يعني في لو في اليوم بنستقبل 8 أو 9 مكالمات بيكون في 5 أو 6 مكالمات بيسألوا وين أستاذ عثمان؟ فأنتوا يا أخي بتقولوا أستاذ عثمان في إجازة سنوية، هل الإجازة السنوية دي 6 شهور؟ أنا مرة حضرت في واحد احتد معاكم حتى إنه يعني قال لكم أنتوا ليه داسين مننا عثمان أخباره يعني هو حيجي 200 ما حيجي 200، قال لك الموضوع فيه ضبابية وأنتوا لازم تكونوا شفافين وترون عثمان حسب ما كده مشى وين وحيجي 200 وكده، فحسيت إنه أظن ده ما أخذ الموضوع شخصي يعني. نعم تعرف يا محمد واحدة من الحاجات أنا ذاتي يعني كنت زي والله زي كل المستمعين في الفترة دي حتى أنا ما مضيت عقدي مع الإذاعة الطبية بداية ما جيت يعني كان في اجتماع ضماني أنا وأستاذ عثمان حسن مكي وأستاذنا مصطفى محمد صديق بالدكتور حافظ حميدة اللي هو رئيس مجلس إدارة الإذاعة الطبية. الاجتماع كان في مكتب دكتور حافظ في الجامعة، فأستاذ عثمان كان بيحاول يشرح لدكتور حافظ إنه يا أخي ده عبد العليم كان معانا زمان في التغيير وحيمسك لي البرنامج في فترة الإجازة بتاعتي السنوية. فلقيت إنه دكتور حافظ قال لي يا أخي عبد العليم ده ولدنا كان معانا في جريدة التغيير كان ماسك لنا القسم الرياضي وكان برضو بيكتب منوعات في الصفحة الأخيرة، فما في داعي للتعريف نحن نقعد ونتفهم فيه. فقعدت والقعدة لياها نسيت الناس عثمان حسن مكي صراحة لا. طيب أيمن في سؤال يعني بيطرح نفسه ممكن الإجابة عليه تكون مشتركة، يعني إذاعة رياضية وأي إذاعة طلعت فيها برامج رياضي لا يقل عن 2 ساعات، يعني المجال الرياضي اللي نحن نتكلم عنه فترة 2.5 ساعات وغناتين رياضيتين الملاعب والنيلين وأي غنى سودانية برنامج و86 صحفي رياضي وحكاية بتاعت 9 صحف رياضية والكورة بينها المحصلة شنو يعني؟
يعني معليش للمثل لكن بقول لك البيك حار والجنازة كلب. الجنازة دي أنا ما أعرف لكن كانت ثلاثة وعدد الصحفيين كانت قدر كورتنا يعني ثلاثة ملازم قدر كورتنا وعدد الصحفيين كلهم كانوا في استاد الخرطوم 16 صحفي وأنا أعدهم لك ناس هاي سوركشة 16 عبد قابل نصر الدين الجيلاني عبد الرحمن الخضر دسوقي حسن مختار والله عدهم لك 16 هم ثاني ما في صحفي صحفي رياضي ثاني ما في ثلاثة جرائد بس السودان الحديث اللي طالع منها السودان الرياضي لأنه معظم الناس البدو كمحررين خلوا البلد هاجروا هاجروا في 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 فترة يعني السودان ده ما كان يعني حتى سيكاف المريخ ما جاء مريخ مجاب سيكاف 86 كان ده قبل 86 غادروا خلوا السودان ده مشوا وقعدوا في الخليج لاعبين في ناس بيلعبوا كورة في الهلال في المريخ خلوا الكورة في السودان ده كله خلوها يروح في حاجات ما مساعدها تمام عشان انت تبدع فيها يعني هسه ممكن يجيك زول بيعرف المدير او رئيس مجلس الإدارة بتاع قناة الملاعب دي يضغط عليه وكده عشان يشيل محمد طيب ده هو يقعد محله الموضوع ده باختصار دي الاساليب بتاعتنا هنا في السودان كويس هسه مخاوي ده ممكن يجي زول ثاني يغنى مع منحمي ده يجي يقعد محله حسب العلاقه والله العظيم ده السودان ده شغال كده انا اكلمك كويس بالواسطه يعني كده زولين احنا ما عندنا الحاجه من الحاجه دي انتهت مع الناس المشوا دي انا جايك لعدم التطور شنو طيب ما تخليني عدم التطور المره دي ما طيب المره دي انا ما بنسى بطلع فاصل وبيجي نواصل من عدم التطور فاصل ونرجع تاني ان شاء الله يعني نواصل والمرة دي زي ما قلت لك ما نسيت يعني عدم التطور وعليك الله أيمن باختصار باختصار أنا ما شاء أنت داري تعمل باختصار بذاته مشكلة ما بتوصلنا طيب. أنا أقول لك كلام نحن لأنه ما شغالين صح يعني لو مشيت منصر دي ما بتلقى دكتور الأسنان ما بيعمل عملية زايدة فهمت كلامي نحن التخصصية يا أنت بتاع إعلام كورة خلاص كورة بتاع سياسة سياسة الناس اللي بيديروا الكورة الآن ما عندهم علاقة بالشغلة الناس اللي بيديروا الإعلام برضو ما عندهم علاقة جيب ناس عندهم علاقة بالموضوع عمل لك ورشة منا أعمل لك مؤتمر رياضي أنا والله سعيد إنه دكتور عمر النقيد واحد من المحلين من هنا بحيه قال لي أيمن يا أخي موضوعنا في السودان ده يعني إحنا دارين الموارد البشرية الكادر البشري الموجود ده ما المؤهل لقود العملية تمام يا أخي نعمل مؤتمر رياضي جامع نعالج الحياة سواءاتنا وحياتنا دي كلها تمام عشان ما تجي أنت بعدين تقول لي يا أخي أنا مقدم البرنامج ده هلالابي انا والله ضرب لي زول قال لي يا اخي اسمع انت هلالابي قلت له يا اخي ليه السؤال ده قال لي يا ايمن يا اخي انت في البرنامج بتاعك الرياضي قلت المريخ ده النادي الوحيد اللي في السودان دخل بطوله للبلد دي طيب ده ما صح العيب انا عملت قلت حاجه غلط لا قال لي يا اخي انت مريخابي ولا شنو ضرب لي واحد قال لي يا اخي اسمع انت عليك الله مالك مع المريخ يعني انا لحد لما معروف هلالابي ما مصنف لا مع ناس الهلال لا مع ناس المريخ ودل ده اللي انا داير اصليه في انه انت في الاخر مقدم برامج المفروض تكون محايد يا اخي يتلون زي ما انت داير لكن في بيتكم لكن لما تطلع للمتلقي ده لانه المتلقي ده زمان احنا في الجامعه بيقول لنا هو الطرف المستهدف من قبل المرسل قدم لنا الحاجه المسبكه الحاجه الدوريه عشان نقدر يهضمها لكن تاخد حاجه ما بتتبلع لو ما إلى بيجاي لا ما إلى بيجاي صحيح وده الكلام اللي كان بيقوله عبد المجيد عبد الرازق هو صحفي ما كان مصنف صحيح صح ربنا يرحمه ان شاء الله ربنا يرحمه عشان كده انا باختصار دي ما باختصار دي برضو ربنا يرحم استاذنا احمد محمد الحسن لكن بس طبعا الاختصار لانه لكن الزمن بس ما انا والله شفت قاعد اهرب من اللقاءات التلفزيونيه عارف ليه لانه دائما الساعه الاذاعيه او الساعه ما بتوصل الفكرة للمشاهد لكن بتخليك تفتح مسارات يعني هسه آه. لسه دار الندوب انت فتحت اهداف انا فتحت اهداف بس الناس الكبار كده يعني السحور يعني الليله انا هسه ما بتقدر تضرب لنا بعد السحور نكمل الكلام ده بالتليفون ممكن طبعا عبد العليم هسه ضحك ضحكه الضحكه دي في المجال الرياضي وفي الاذاعه الطبيه عنده عشاق اكيد طبعا في ناس قاعدين يتصلوا في المجال الرياضي يقولوا لعبد العليم اضحك بس
بس ودي أسي أضحك أخ معقولة لكن كيف معقولة؟ لا أضحك بدون سبب ما قلنا تدف في كل الأحوال دي طلبنا نحن عبد العليم بعد المجال الرياضي ونجومية المجال الرياضي أنت كيف في الحلة؟ أنا عارف أنك أنت في لجان المقاومة أي زول حاري جدا في لجان المقاومة وكده فما عارف طبيعة النجومية الإذاعية أو أنك أنت يومي في برنامج معاد الجمعة الحاجة دي علاقاتك في الحلة مع أولاد الحلة الفكرة زي زمان ولا شوية كده زي نقولوا ربطت نصك وجيت عين للناس بطرف العين بالعكس والله يا محمد هي واحدة من الحاجات اللي أنا حتى خلتني إنه سبحان الله قبل شهر وشوية أنا كنت في صحيفة ريمونتادا شغال بالليل فكان في الوقت ده يعني هسه انت مواصل صحافة نعم مواصل في الصحافة كان في اجتماع للجنة التغيير والخدمات في الحي بتاعنا في الجوز فأنا اعتذرت لهم فقلت لهم والله يا جماعة يا أخي ما بقدر أجي الاجتماع ده لأنه شغال في الجريدة الجريدة كانت لسه يعني وليدة يعني عمرها أيام فبتطلب إنه الناس كلها تكون موجودة في مباني الجريدة عشان لو في حاجة مثلا فايت الناس تقوم تلحقها فتفاجأت بأنه كان في اجتماع الأعضاء اللجنة كلنا 12 10 أولاد وبنتين فكلهم أجمعوا بأنه أنا أكون رئيس اللجنة دي ما شاء الله فأنا احتجت فقلت لهم يا كلام زي ده ما أنا ما بقبله وإنه في ناس أحق مني وفي ناس أكتف أكتر مني يعني منشطين ومتحركين بيقدروا يقدموا للمنطقة أو للحي بتاعنا أكتر من ما بقدر أقدم أنا فكان صدوني يعني إنه يا أخي أنت واجهة أول حاجة واجهة إعلامية للمنطقة وإنت ممكن تفتح لك أبواب مغلقة والحمد لله رب العالمين هو ما حصل يعني طرقنا باب وصدونا والفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى والله يرجع للمجال الرياضي والإذاعة الطبية أنت ذاتك راجل صباح خير يعني ربنا يديك العافية ما في مشاكل تفتح لك الأبواب يعني. حتى من غير مجال الرياضي ده أبو عيسى ده أبو عيسى أيمن أنت عندك لقب أو اسم حركي في الفيسبوك ما كنت عارف أنا يعني تقريبا ما كنت عارف دي بتاعت الراحل المقيم عبد العزيز المبارك يا سلام رحمة الله عليه يعني شوف عبد العزيز المبارك ده يعني أنا قعدت مع كمية من الفنانين عبد العزيز المبارك الله يرحمه كان بيتحاشى جدا يغني الأغنية دي تحديدا وفي أكثر من مرة بيغنيها بيجيب في نصها يعني ما كنت عارف وقريتني كنت عارف السنين ضاعت علاقتك بيه شنو وليه أنت في الفيسبوك ما كنت عارف وحاظل ما كنت عارف اسمي ما حاطه يا سلام أنا أشوف عبد العزيز المبارك بعرف 22 سنة غير أغنياته بتقولي لا و العزيز ده محطة أنا في مع شهر الكريم ده أدعو له بالرحمة والمغفرة إن شاء الله ربنا يرحمه ربنا يجازيه بالجنة يعني عبد العزيز ده واحد من النماذج بتاعت الإنسان السوداني الحاربة الإنغاز يعني حاربة الإنغاز لما جاءت كانت بتحارب في المبدعين حاربت وردي وحاربت مصطفى السيد أحمد وإلا لما طلع ألبوم طفل العالم الثالث أرود الرملة حتى يعني أنا أتذكر بعض التفاصيل كثيرة لكن أرجع لك تاني موضوع عبد العزيز ده موضوع طويل وبيحتاج لحلقات وسهرات لكن الأغنية دي تحديدا أنا عندي معاه موقف مع عبد العزيز في المملكة العربية السعودية ومحمد الطيب أنت واحد من أعز الأصدقاء اللي أنا بعرفهم في الوسط الرياضي في الوسط الإعلامي وما بقدر أبخليك بأي حاجة لكن دي لو سمحت لي إنه أنا وعدت نفسي إنه ما أتكلم عنه يعني أسئلة كثيرة جدا قاعدة تجيني من زملاء
من علاقات اجتماعية بسألوني ما كنت عارف دي شنو. حتى سألني قبل كده الأستاذ الكبير علم الدين هاش هو موجود في قطر أنا بحييه فقلت له عافيني فاتي يعني محمد طيب ما بحفيك يعني ما بحفيك لسبب لأني محمد طيب ده أنت عندك موقع خاص الله يخليك يا حبيبي وأنا عشان ما أمشي بعيد لأنه أنا بخاف لأنه بخاف أنزل حاجة دم ما أيام بك ما أيام بك والله وأنا أيوة عشان كده يعني أنا دمعة الراجل دي لازم لأنه حتى جيب لنا الاستوديو ده في كله دموع يعني أنت لو رقيق نحن فايتينك يعني والله أنا خايف أمشي بعيد وما بقيف ما تمشي بس أنا داير بس أترحم على عبد العزيز لأنه عبد العزيز ده ما بالمناسبة ما مات بسرطان ما مات بمرض عضال مات بسكري هو مش أنا ما شايف أنا شايف الموت ده هو أصلا ولا تدري نفسي بيرض أنت موت يمين في موت في الآخر تمام لكن عملية التسليم تمت في مصر تمام التسليم كان في مصر نعم طيب أسباب التسليم دي ما الأيام كملت أيامه كملت صحيح لكن في أسباب تانية خلي زول مقهور بالعزيز ده قتله الاكتئاب أنا كتبت الكلام ده في صفحتي بتذكر كويس عبدالعزيز المبارك مات مكتئب يعني عشان تعرف الاكتئاب ده لا يوصف الاكتئاب ده ممكن وصلت مرحلة الموت يا بنك انت تشوف ما كنت عارف يغنيها اي زول يا اخي انا ما عملت حقي تعمل حقك يعني محمد وردي ده لما جاء تغنى باغاني ابراهيم عوض تعلم عزف العود في مخت الرضا وبدا يغني في اغنية ابراهيم عوض الى ان وصل مرحلة محددة بعد ذاك بقى يعمل حقه طيب كويس خاف من الله على قلبي مجموعة ورافق اسماعيل الحسن ومشى بعيد والدوش تمام انت اعمل حقك لكن ما تجي تهبش تاني تشيل بتقولي لا وما تنسبها لزول تعب فيها السنين عشان كده السنين ضاعت انا والله يا اخي انا الاغنيه دي ما كنت عارف دي عندها اسرار طويله وانا عندي صوره مع عبد العزيز نشرتها في الفيسبوك بعد وفاه الوالده جاء في برنامج اجزان والحان أثناء هذا البرنامج أخذنا آخر صورة تذكارية وقال لي يا أيمن أنا حمشي أنا ما حقعد وده كان آخر لغة تمام فما كنت عارف دي أنا وعدته أنه ما حتكلم هو لما دي 22 سنة في السعودية كن حورب حربا شعواء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا يرحمه والله عبد العزيز المبارك هو في حد نفسه حاله بتاعت حزن سوداني يعني طبعا عبد العزيز ده لما كان يجي يغني انت ما بتقدر تنضم صح انت بتكون قاعد كده بتكون فاتح خشمك انا اكلمك صح في رهبه في هناي كاريزما وجاهه كان مكسر قاعد كذا مكسر الهندام السودان كله قمة الهندام كان عبد العزيز المبارك صحيح يعني الجزمة دي ما بتلقاها سوداء والشراب بني ما بتلقاها أنابة مكمل مقفل زي ما بقولوا شباب مقفل الطبلون تعرف الطبلون عشان نطلع من الجو بتاع الحزن عليك الله والله إن شاء الله ربنا يرحمه يا أيمن ونحن زي ما أنت قلت إن شاء الله برضو الزملاء في قناة الملاعب أو أنقام يحاولوا يجيبوك انت في حلقه عندها علاقه بالفن انا افتكر انه اسرار بتاعت ما كنت عارف لازم تسجل لها افادات في القنوات السودانيه بحكم وقرب علاقتك من عبد العزيز المبارك نحن في ختام وسط الدائره درجنا انه اي ضيف معانا بيختار تشكيله لتشكيله منتخب يعني من اللعيبه السودانيين سابقا او الان وهو مدربهم بعدك بيختار انت المدرب بتختار لنا 11 اذا دايرهم من الجيل الحالي او من الجيل السابق دي حتكون ختام لحلقه الليله منتخب وطني اي يعني ممكن تشيل من الهلال 6 من المريخ 12 انت حر يعني حارس مرمى طيب مكسيم
السالب. السالب منو؟ جمال محمد، جمال محمد خميس. السالب الكبير منصور بشير تينجا. تينجا. طارق أحمد آدم. طارق أحمد آدم. ثاني معهم ديمبا باري. ديمبا باري. يوسف محمد. يوسف محمد. علاء الدين يوسف. علاء الدين يوسف. هيثم مصطفى. هيثم مصطفى. عمر بخيت. عمر بخيت. مهند الطاهر. مهند الطاهر باقي لك واحد. ديل 10. سادومبا. سادومبا. محترم والله يا عبد الله. أيمن. خطير. أي خطير يد. مورينو بس. حارس المرمى. طيب اللاعبين بحقبة لحقبة ولا؟ على كيفك. إذا شايف إنه أنا بعرف ألعب اختارني. طيب أنا حختار لاعبين لكن شوية ممكن يكون كل زمن بزمن. طيب. وأنا حختار حامد بريمة في حارس المرمى. حامد بريمة حارس. تمام. حختار خلف الله هو كان في أهلي مدني. كويس. خلف الله مدافع. نعم مدافع. تمام. حختار معه علي قلب. طيب. حمد والديبة. حمد والديبة. تمام. على الطرف اليمين بخوض عبد النور بتاع المورة ده. اها. خلاص. طيب. بجيب الرشيد المهدية وكسلة. محمد حسين كسلة. اها. خلاص. قدام بخوض والدين الحريف النحيل. يا سلام. كويس. بخوض والدين. قدام كده كم؟ تسعة. تسعة. خوض والدين وبخوض معاه لاعب انا والله ما سعيد انه هو ما يمشي قدام. اللي هو لاعب اسمه صادق تبري كان بيلعب في الهلال. صادق تبري. تمام. كده باقي لي واحد صح؟ باقي لك واحد. باقي لي واحد. الواحد ده هو حمد كمال. حمد كمال. حمد كمال. تمام. حرام يا. عليكم يا اخي. لا تش لا عبد الرؤوف لا. لكن انا ما المدرب عارف المدرب حيكون منه. ها مدرب منه. انا ما حقول يعني انا اخترت التشكيله. طيب. تمام. المدرب حيكون سليمان فارس. سليمان فارس محترمه برضه ما في كلام. وتشكيلتكم انتوا الاثنين محترمه جدا. ده كان بعض اللي عندنا الليله. بشكرك جدا استاذ عبد العليم مخاب. ان شاء الله اسمع عنك كل خير ويا رب من نجاح لنجاح. صحافه اذاعه بعد ذاك التلفزيون وتلحق عثمان حسن مكي ان شاء الله. امين يا رب. كتر خيرك استاذ محمد وانا شاكر جدا واستمتعت جدا والله ب استاذنا ايمن حسب الرسول. استمتعت بك انت والله برضو كمقدم. الله يكرمك. وحنشيل برضو حاجه منك يا اخي. تعيننا برضو في المجال الرياضي يعني فالعين لا تعلو على انا سنوره لكن انت سبقتني ايمن. انا سعيد والله بالحضور رغم ضيق الزمن. ان شاء الله تكون في شغل لي قدام بيناتنا يعني. ان شاء الله محمد. انا سعيد انه اكون معك في اول اطلاله وانت تلفزيون. انا ما اعرف انت تاخرت ليه بدات بالجرايد وليل بالعربي. ما الشكل انت قال لك السيره المدنيه ما باكلها. الموضوع دخلت انت دخلت. انا والله سعيد انه اكون في حضرتك اليوم وان شاء الله موفق في تقديم خدمه كبيره جدا. اللهم امين. الاعلام السوداني ده محتاج يطلع من النمطيه القديمه. النمطيه القديمه دي بتقودنا لحياه كثيره. برضو المخاوي برضو الاخ الزميل ونحن طبعا بنتنافس بالمناسبه. نحن في منافسه شرسه بين مخاوي وايمن حسب الرسول المجال الرياضي والمسرح الرياضي. أيوة. تمام. صحيح. لكن برا حلوان يعني زي هلال مريخ. تمام. بس هنا انك انت الماده شنو انت بتقدمها للناس. نحن في داخل بيهمنا المجتمع العزيز ده. صحيح. انه ياخذ مننا الفائده. صحيح. ولو ما كويسين قولوا لنا ما كويسين عشان نخلي الكويسين. لا كويسين والله والله كويسين. لو في طريقه ما كويس الكوره لكن انتم كويسين وناجحين. ان شاء الله نسمع عنكم كل خير ومن نجاح لنجاح يا رب. المشاهد الكريم دي كانت حلقه الليله. بكره ان شاء الله حلقه جديده وضيوف جدد. مع السلامه.